بس في موضوع المؤتمر كلمة بسيطة، إن المؤتمر بينعقد في ظرف استثنائي سواء على مستوى النقابي أو مستوى السياسي. على المستوى النقابي تحت عنوان المؤتمر اللي انعقد عليه مؤتمر الغرداء السنة دي، إن المؤتمر بينعقد تحت الأثر المترتب على تعديل قانون المحاماة. ده حصل نوع من المفهوم الغلط عند بعض السادة المحامين. الناس قالت طب القانون اتناقش، احنا هنناقش ايه تاني؟ فحاولنا نوضح، اتكلمنا على صفحات التواصل الاجتماعي ان مساله الاثر المباشر المترتب على تعديل القانون غير نقاش قانون المحاماه. فكان ضروري ان يكون في مؤتمر، والمؤتمر ده مش جديد على نقابه المحامين، ولكن هو مؤتمر السنوي وبينعقد للمره الثانيه في الغردقه، على في تنظيم على اعلى مستوى، في حشد غير مسبوق وعلى اعلى مستوى، سواء في الاستقبال، سواء في الاحتشاد، سواء في التسكين، سواء في اللجان المنعقده، سواء في اهميه الموضوعات اللي بتتناقش في المؤتمر، ومع حضور النقيب في الجلسه الافتتاحيه ايضاح جميع الامور اللي كان بيتم التساؤل فيها على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي. حتى يمكن الواحد بيقول النهارده يمكن اللقاء عن اسال النقيب، اعتقد ان جميع الاجابات اجاب عليها النقيب فعلا بالامس، سواء على مستوى اتعاب المحاماه، سواء على مستوى الاكاديميه، سواء على مستوى قانون الادارات القانونيه. يمكن تابعنا النهارده عمل الادارات القانونيه بالكامل في جميع اللجان اللي انعقدت فيها تحت قيادات من الاعضاء العامه واعضاء الفرعيات ونقباء الفرعيات، ومرور النقيب العام على جميع اللجان لمتابعه سير العمل بالفعل. ده كان رساله وصورنا الكلام دوت واتنقل بالفعل ويبتدي يتنشر للساده المحامين صوت وصوره. ليه التشكيك؟ الناس اللي بتقول الناس بتروح عشان تصيف وناس بتروح عشان رحلات. المساله كلها ان في توقيت للمؤتمر ووقت انعقاد المؤتمر، يعني وقت العمل عمل ووقت الجد جد، ولكن اكيد في بتخلي الكلام ده فتره راحه، فما تطلبش على محامي يكون فتره الراحه وبيفك عن نفسه شويه. ولكن الاصل هو انعقاد مؤتمر محامين محترم في مدينه محترمه تحت لواء نقيب محترم ورئيس اتحاد المحامين العرب النقيب سامح عاشور.